انا خلوني في شعر القوم. نعم جميل. لاني ماليش في السياسه وان كنت لازم. هو شعر المقاومه غير سياسه. العربي الشجاع هو كده. وبالتالي خلوني في شعر المقاومه ولكني لازم اسجل اعتراضي على شيء سمعتوه ان حماس مش مقاوم. امال ايه المقاومه؟ طيب الحاجه الثانيه ان حماس تنظيم منظمه ارهابيه سمعتها من بسمعها في نشرات الاخبار على لسان الاسرائيليين وسمعتها النهارده على لسان اسرائيلي برضه. وبالتالي انا اعترض طبعا على لاني انا كاره اسرائيل وخلاص. هي حضاره هي كويسه هي مش كويسه هي زي ما يكون هي بنت 60 كارك. انا كارهها وبس. انا كده خلقت ربنا هو خلقني كده. هي لو كانت بدون مبررات تمام تمام. هو خلقني اكره مش اليهود مش اليهود لا اتكلم على طيب ثم اخوه وكان الكلام ده في اعقاب 7 اكتوبر ولسه المقاومه منتصره وبتسلك صدر الواحد اخبارها بتسلك كانت في هذا الوقت بتسلك صدر الواحد. دلوقتي الاخبار تهم الواحد من منظر الدماء والقتل وقتل الاطفال ودفن الناس تحت الركام وكده. فكنت ايامها اقول تبارك غزه ابطالها وتأخذ بالحضن أنجابه. لقد رفعت رأسها عاليا تصب وغاها وأوبالها على كل باغ تعدى عليها تذيق العدوين أنكالها ترى تخرج الأرض أثقالها ترى أم تزلزل زلزالها تعود أبناءها للكفاح وتنجب للحرب أشبالها إذا سعرت في الكرامة نار تقول هلم فنحن لها. الله الله.